أكون نفس كل الأولاد اللي عندهم الأشياء متوفرة، وحب يكون عندي طابية، وحب يكون عندنا ملعب، يكون عندي أستاذ يعلمني، وحب يكون إنه عندنا صف. صرنا 7 سنين نازحين، واليوم قاعدين بهذا المخيم. امبارح رحنا كسرنا حطب من الجبل، ولقينا اخوي عم نكسره عشان نحطه للنار، بدنا نسوي عم نغلى عليه الاكل، ما عندنا غاز ولا عندنا شيء.